في مشهد مشابه لهذا، كانت عائلة تحتفل بزفاف أحد أبنائها. لم يدم الاحتفال طويلاً، إذ ضربت طائرات حفل الزفاف هذا وقتلت 19 شخصاً من الحضور. لم يعرف الفاعل حتى مارس آذار 2021، بعد تحقيق للأمم المتحدة أعلن أن هذه الطائرات لفرنسا، وأنها ارتكبت جريمة إنسانية بحق هذه العائلة بحجة محاربة الإرهاب. 9 سنوات قضتها فرنسا في مالي تفتك بشعبها ومقدراتها بحجة محاربة الجماعات الإرهابية، حتى قرر المجلس العسكري في مالي طرد القوات الفرنسية من أراضيه وفسخ جميع الاتفاقيات الدفاعية. فكيف خلعت مالي عباءة الفرنسيين من أراضيها وأطلقت شرارة نهاية النفوذ الباريسي في إفريقيا؟ عام 1892 احتلت فرنسا مالي وضمتها إلى معسكراتها الإفريقية الأخرى. ارتكبت عدة مجازر بحق سكانها الأصليين، وحاولت تطهيرهم عرقياً للانتماء إلى فرنسا الأم، وأطلقت على البلاد اسم السودان الفرنسي. خلال سنوات شنت المقاومة المالية هجوماً متمرداً مناهضاً للاستعمار الفرنسي، حتى تمكنت من طرده عام 1960 والحصول على الاستقلال. لكن هذا الاستقلال كان صورياً. استمرت فرنسا تحافظ على مصالحها الاقتصادية في البلاد، وتستغل الموارد والثروات على طول ساحلها الخصب، وركزت عدداً من قواتها العسكرية في المناطق المحاذية له. استمر هذا الوضع سنوات، وحاولت فرنسا توطيد علاقاتها مع جميع الرؤساء الذين تولوا الحكم. عام 2013 استعان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الموالي لفرنسا بجيشها، وطلب المساعدة العسكرية لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش الذين فروا من الشرق الأوسط واتجهوا نحو إفريقيا لإعادة تنظيم صفوفهم. قبلت فرنسا على الفور، وأرسل عندها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند نحو 5000 جندي بالتعاون مع قوات أوروبية أخرى لمحاربة هذه التنظيمات إلى جانب جيش مالي، وأطلق على هذه العملية اسم برخان. هذا التوسع استمر 9 سنوات بحجة محاربة الإرهاب، ولكن هذه المهمة التي وصفتها وسائل إعلام بأنها لم تكتمل فشلت أيضاً في صد الهجمات الإرهابية على المدنيين في مالي. تزايد السخط الشعبي على الوجود الفرنسي الذي اتهموه بالتقاعس في حماية المدنيين، وحملوه مسؤولية تدهور الوضع الأمني على مدار سنوات عن طريق دعم جماعات تعتبرها الحكومة إرهابية، مثل جماعة الطوارق الذين حاربوا إلى جانب الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ثم عادوا إلى مالي، أو عن طريق دعم النخب السياسية الذي عزز الفساد والمحسوبية في الحكومات المتتالية. كيف انهارت العلاقة؟ عام 2020 تدهورت العلاقات بين باريس وباماكو بعد عزل الرئيس كيتا الموالي لها، وسيطرت المجلس العسكري على السلطة بعدها بعامين. حضت باريس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس على فرض عقوبات اقتصادية على المجلس العسكري، شملت حظراً تجارياً وإغلاقاً للحدود. استمر التصعيد حتى هذا التصريح. Je voudrais dire ici avec beaucoup de force que cette junte est illégitime et qu'elle prend des mesures irresponsables. فرد المجلس العسكري بإمهال السفير 72 ساعة للمغادرة من أراضي مالي. L'ambassadeur de France Joël Maire n'est pas déclaré personnel. كان ماكرون في ذلك الوقت في خضم الانتخابات الرئاسية، وحاول التفكير بطريقة ينظم بها خروج قواته من مالي، عكس الخروج الأمريكي من أفغانستان الذي وصف بالمذل واعتبرته مالي هزيمة. اجتمع بعدد من القادة الأفارقة وأعلن انسحاباً منسقاً لفرنسا وحلفائها من مالي. هذا الانسحاب سيكون خلال فترة من 4 أشهر إلى 12 شهراً. سيسحب خلالها جميع الجنود وتغلق 3 قواعد عسكرية. كيف وصلت فرنسا إلى هنا؟ عبر عقود وصفت فرنسا في إفريقيا بالمستعمر، أو صاحبة النفوذ الأبوي وأكبر وجود عسكري في إفريقيا. خلال سنوات اعتمدت أسلوباً يدعى الفرنسية الإفريقية،
يعتمد هذا الأسلوب على التبعية الاقتصادية والعسكرية، ففرضت على الدول الإفريقية حتى بعد الاستقلال عملة الفرنك CFA المرتبطة بالخزانة الفرنسية واليورو. أعطت الشركات الفرنسية الأولوية في شراء أي موارد طبيعية على الأراضي التي استعمرتها مسبقاً، والأولوية للجيش الفرنسي في المشاركة بالعمليات العسكرية. فمثلاً تدخلت فرنسا عسكرياً 5 مرات على مدار عقدين في عدد من الدول الإفريقية. خلال هذه السنوات حافظت فرنسا على قبضتها الشديدة على إفريقيا الفرانكفونية، وذلك لخدمة مصالحها والاحتفاظ بالحصن الأخير للهيبة الإمبراطورية. لكن هذه القبضة تأثرت بسبب دخول روسيا المنطقة واتساع نفوذها في مالي وعدد من الدول الإفريقية عن طريق وجود قوات فاغنر وعشرات المشاريع الاستثمارية. كل هذه العوامل زادت السخط الشعبي للجيل الإفريقي الجديد ضد فرنسا وسياستها. لم يتوقف الأمر هنا، حتى إن فرنسا تتعرض لانتقادات دولية عديدة من جيرانها بسبب سياستها في إفريقيا وتحكمها في القارة السمراء. If today we still have people leaving Africa, it is due to several European countries. First of all, France, that hasn't finished colonizing Africa. ومن مالي إلى تشاد، انطلقت نفس الشرارة المناهضة للوجود الفرنسي، وتظاهر عشرات في تشاد لطرد الشركات والقوات الفرنسية من أراضيها. فهل تنهي فرنسا استعمارها لإفريقيا إلى الأبد؟